الشمس قاسية والحرارة لهيب والأرض متشققة من كتر ما حميت والشمس لا بترحم ولا بتغيب يا شمس يا مولعة زي الحريق والنار الخضرة يبست ومش باقي سوى الصبار والأرض نشفت ونشفت مية الأنهار فينك يا أيام الندى الخضرة يا أم الحنان يا حلوة يا مطرة فينك يا ضلينا فين إيدك تغطيني وتميلي من كفك وتسقيني اطلع عليا يا سحاب يا أبيض ابسط جناحك يا سحاب وافرد وانطر عليا ميتك أنهار تبل ريق العيدان المصلوبين في النار جاي من بلد غريبة احنا اللي بنجري فيها ورا التاكسي لا هنا التاكسي بقى اللي يجري وراك يا باشا انا تحت امرك يا باشا هدي لك على السلامة على موقف تاكسيات الأرياف قرية الشرقانة فين يا باشا؟ قرية الشرقانة ماشي تحت أمرك يا باشا مع السلامة يا ناجي ما تنساش تبعت الجوابات ارجع لنا بسرعة يا ناجي اديني رجعت يا خالي وحشتني قوي انت مش خالي وبس انت ابويا وامي وصاحبي كمان كان نفسي تستناني لكن انا اللي رجعت فجأة وبدون ترتيب
قرية. يا رب صباح الخير. صباح النور. غرب شبقان. اتفضل. ايوه بس ده مفيش مكان. لسه في مكان. فين يا عم؟ خليها على الله. تعال. اصحى يا رب. اصحى. اصحى. اتفضل. فين؟ هنا؟ لسه في مكان. مش قلت لك خليها على الله؟ اتفضل. ما تنامش. اصحى. برضه يا عم. ان شاء الله. خدني معاك. ما كانش يتعز. العربية ما فيهاش خرم إبرة. أنت مش شرقانة؟ أيوة مش شرقانة. من عيلة مين؟ أنا من عيلة أبو نعيم. أبو نعيم؟ الله، ده إحنا نبقى قرايب. مراتي من عيلة أبو نعيم، بنت رياض توفيق. تعرفه؟ طبعًا عرفته. أهلًا وسهلًا. أهلًا وسهلًا. أيوة أيوة. احنا هنستنى كتير يا اسطى. باين انك مستعجل. طبعا مشتاق لمراتك وولادك صح؟ انا ماليش زوج او ماليش اولاد. يبقى مشتاق لاخواتك صح؟ ولا ليا اخوات. لاهلك؟ للفاضل منهم. وحشوك؟ دول 20 سنه يا راجل. 20 سنه؟ لو كانوا وحشوك بجد ما كنتش تاخرت المده دي كلها. ظروف. ظروف؟ ظروف هي اللي منعتني. ظروف ايه اللي تخليك في الغربة 20 سنة؟ مفيش حد يقدر يرجع وما بيرجعش. أنا ليا أخ في الخليج بقاله 20 سنة، وكل اللي يجي من عنده يقول ظروف. ظروف ايه دي؟ أصلك ما تعرفش الظروف اللي احنا بنشوفها بره. أنتوا هنا مريحين، إنما بره بره صعب، صعب جدا. صعب جدا؟ الصعب جدا هنا يا قريبي. دلوقتي هتشوف وتدوق الصعب اللي بجد. انت قلت لي كنت مسافر بره 20 سنه. شغل بقى اموال وبزنس صح؟ لا اموال ولا بزنس. يبقى علام شهادات ودبلومات صح؟ ولا دي كمان. امال سافرت ليه؟ اهو ده سؤال صعب. اهو ده سؤال صعب يا خالي. ايوه يا ابني، بس ايه اللي يخليك تسيب اهلك وبلدك وارضك وناسك وتتشحطط بره؟ عايز ايه؟ عايز فلوس؟ عايز شغل؟ من خير كتير هنا في بلدنا والحمد لله يا ابني. يا خالي انا لا محتاج شغل ولا محتاج فلوس. عايز تكمل تعليمك بره يعني؟ ولا دي كمان. انا ما بدورش على التعليم. ايه بنات بلدك مش مالين عينك يا سيدي، وعايزك تدور لك على واحده صفرة ولا حمرة ملونه كده يعني؟ ولا دي كمان يا خالي صدقني. امال في ايه بس يا ابني؟ مش عارف يا خالي انا.
في حاجة غريبة جوايا مش عارفها، حاجة مخلياني لا طايق نفسي ولا طايق حياتي. بعد الشر عليك يا ابني، حاجة تهدي. حاجة زي ما تكون عطش، عطش ما يروهوش مية الدنيا كلها، وجوع ما يشبعهوش خير العالم كله. يا خبر، وده يبقى ايه يا ابني؟ فراغ، هو كده فراغ، زي بير غويط ملوش قرار، كل مرمي فيه حاجة يبلعها ولا تحوق فيه. بير ايه يا ابني دي؟ وايه اللي بترميه في البير دي؟ جربت اقرا، قريت كل انواع الكتب، قديم وجديد، قريت في العلم وفي الدين وفي الادب، بس ريحتش يا خالي. طب وبعدين يا ابني؟ جربت السهر والفرفشة والمرح والاصحاب، ما ارتحتش يا خالي. لا علم جاب فايدة ولا فلوس جابت نتيجة. الجوع جوايا والعطش هو والفراغ هو يا خالي، عمال يكبر جوايا، وانا هتجنن يا خالي، انا هتجنن. ما عرفتش السبب في ده كله يا ناجي؟ انا لا انا عارف سبب ولا لاقي علاج. تقوم تسيبنا وتمشي يا ناجي. يا خالي ارجوك، انا مفيش حل قدامي. يا ابني انا من يوم ما مات ابوك وانا بعتبرك زي ابني تمام، من صلبي ومن دمي، ربيتك مع اعتدال بنت خالك وما قصرتش في حقك ابدا، والارض اللي سابها لك ابوك الله يرحمه كنت بزرعها لك كانها ارض تمام. اسيبك تمشي ازاي بس يا ناجي؟ يعني اصحى الصبح ما الاقيش قدامي ازاي بس يا ناجي؟ صوتك يختفي من الدار بس ازاي يا ابني؟ يا خالي ارجوك اديني سبب واحد لسفرك. صدقني يا خالي مفيش غير اللي قلته لك، صدقني. سلام يا خالي. مع السلامة يا ناجي، ما تنساش تبعت الجوابات، ارجع لنا بسرعة يا ناجي. تغيب 20 سنة وجاي تقول لي السؤال صعب؟ مش مصدقني. ما هو لازم يكون في سبب تغيب 20 سنة كده. اسمع، احنا هنريح 10 دقايق نشرب شاي ونتكلم. استراحة 10 دقايق يا جماعة. شوف يا قريبي، لازم يكون في سبب الغربة، لازم تقبض الثمن. قبض الثمن؟ ما كل واحد بيسيب بلده ويتغرب، لازم يرجع بعوض بتمن مليان. ابدا صدقني، اللي بيسيب بلده بيتهان انه هيغرف ويملى، لكن اللي بيحصل بالعكس بيرجع فاضي اكتر ومحتاج اكتر، يسيب بلده ويتغرب اكتر. مفيش حد ابدا رجع من غربته مكتفي وشبعان. وانت ناوي ترجع الغربة تاني؟ لا، يعني انا خلاص ارتويت، اتمليت، شبعت. ايش معنى انت؟ لاني لقيت اللي دلني على الارتوى الصحيح. الارتوى الصحيح؟ كنت هموت من العطش. ودلوقتي خلاص ارتويت؟ لا، انا جواي عطش ما ترويش ابدا. طول ما انا تايه في الحر والتراب ده، بطني عامله زي الارض البور المخرومه، كل ما تحط فيها ميه تتسرب لقلب الارض اللي مولع نار. ده انت غلبان خالص، بتفكرني بيها ايام زمان، ايام ما كانش في اي حاجه تطفي عطشي وتسد جوعي. وايه اللي طفى عطشك دلوقتي؟ اقول لك؟ قول بس بسرعه يا ريس. املها لي تاني. اتفضل. اللي طفى عطشي هو المسيح يسوع. المسيح يسوع؟ وإيه دخله في موضوعنا؟ أقول لك، السيد المسيح له المجد قال: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه أنا يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ما نفسي في المايه دي. انت عملت تمام زي المرأة السامرية وزي انا، اشتقنا للمية ودلنا عليها رب المجد. انا مش فاهم. اسمع اللي حصل للمرأة السامرية وانت تفهم. طبعا انت عارف ان المسيح لما جه على الارض عاش في فلسطين،
وفي يوم كان مسافر من اليهودية للجليل، ووصل المسيح لبلد اسمها صخار. والبلد دي كان فيها بير بناها أبونا يعقوب أبو يوسف الصديق. ووصل المسيح البلد في عز الظهر، وكانت الدنيا حر ومحدش كان موجود بالمرة. قعد المسيح على البير شوية، وجات واحدة ست سامرية علشان تملى مية من البير. بصلها المسيح وقال لها: أعطيني لأشرب. كيف تطلب مني لتشرب وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. يا سيد، لا دلو لك والبئر عميقة، فمن أين لك الماء الحي؟ ألعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه وماشي؟ كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقي. اذهبي ودعي زوجة وتعالي إلى ها هنا. ليس لي زوجة. حسنا قلت ليس لي زوج، لأنه كان لك خمسة أزواج، والذي لك الآن ليس هو زوجك. هذا قلت بالصدق. يا سيد، أرى أنك نبي. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. يا امرأة صدقيني، إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب. أنتم تسجدون لما لستم تعلمون، أما نحن فنسجد لما نعلم، لأن الخلاص هو من اليهود. ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق، لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له. الله روح، والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. أنا أعلم أن المسيح الذي يقال له المسيح يأتي، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء؟ أنا الذي أكلمك هو. وقابل بيه ناس كتير جدا وقالوا فعلا هو ده المسيح مخلص العالم. مخلص العالم؟ ايوه طبعا، المسيح هو الوحيد اللي يقدر يروي عطش الانسان لمعرفة الله. المؤمن الحقيقي بالمسيح بيصير في داخله ينبوع حي ينبع لحياة ابدية. نفس الكلام اللي قاله المرأة السامرية؟ ايوه هو نفس الكلام. اللي بيؤمن بالمسيح ويبقى المسيح جوه قلبه بيشعر دايما بالشبع والاكتفاء والامان وراحة البال. قولي انت ايه اكتر شيء يشغل بالك؟ الخوف. حياتي كلها خوف، بحس ان الموت متربصها مستخبي في الضلمة، وفجأة كده هينط ويخطف روحي. ده شعور مخيف جدا. كل فرملة عربية بتزعق بحس ان الموت قدامي، كل كشاف نور عالي بحس عينين الموت في وشي، كل هبدة وخبطة وحادثة بحس ان الموت بيمد ايده وعاوز يقبض على رقبتي. انا كنت زيك، كنت زيك، بخاف من كل حاجة. بخاف من الليل، من النهار، بخاف من الفرح، من الحزن، لحد ما امنت بالمسيح تمام زي المرأة السامرية. الإيمان ملاني بالشبع والأمان. يعني ما بتخافش؟ بخاف طبعا بخاف، لكن إيماني بالمسيح بيخليني أحس إنه هو بيحبني ويرعاني تملي ويحافظ علي، عشان كده الخوف يروح طوالي وأشعر بالاطمئنان.
يا بختك. اتفضل نركب. يلا يا اخوانا يلا يا جماعه ايديكم معايا كده يلا يلا يا جماعه يلا يا اخوانا يا راجل مالك يلا بينا يلا يلا اخوانا يلا طلعوا الجو قلبي يا حديد يا خشب يا صلب يا شفة الفخار ومتشكل في صورة قلب عطشان ومحروم وصابر على الضنا والغلب عايش سنينك بتحلم بالربيع والحب اطلع وشوف المطر يا قلبي يا عطشان بانت بشاير الربيع فوق الغصون ألوان قلبي يا تايه ورا وهمك ودع شقاك وقطع حبال همك وارسم على صفحتك عصفور ووردايا وزع بشايرك على القلوب وملاها من فرحك الشريك والقلوب والنار يحرقها والرب يرفع الشعور ولا حد يروي النفوس غير اللي خالقها وهو يشبع كل اشواقها يفرد جناحه الكبير